الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير، تنتمنى لكم الصحة والعافية، تنتمنى لكم تكونوا بخير في هذا العواشر، وربي يعاونكم في كل الأمور. الناس اللي تحطوا لي تعليقات، الناس اللي تدعموا هذه القناة، تنقول لهم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم. ولكن جيت معكم هنا الكوزينه، غادي نوريكم واحد الوصفه باش تحيدوا السحر وتحيدوا الثقاف وتكونوا ايجابيين ان شاء الله. البنات اللي ما تنجحوش معاهم الوصفات، الناس اللي تيبغوا يبطلوا السحر المقابر او السحر الصور او السحر النفور او السحر الثقاف او السحر اللي تاثر على البنت اللي تتكون معرضة للسحر المرشوش، تضرها ركابها، تضرها كتافها، تضرها راسها، تتكون دائما عندها طاقة سلبية من السحر اللي اتصابت به، أو عين حاقدة أو حسد شديد. إذا اليوم معنا واحد الوصفة خطيرة جدا، غير ديروها وانتبهوا الفيديو من الأول حتى الأخير، ما تنقزوش، ولكن ديروا الوصفات اللي سنعطيكم راهما مزيانين. البنت اللي دائما عندها نفور من الناس، او البنت اللي تتكون دائما تيجيو الخطاب وترجعوا، ما تيبقاوش عندها في العتبه. اذا ابقوا معايا. اذا احبابي غادي نحطوا هاد السوارت وهاد الحجر اللي غادي يفسخ لكم القديم والجديد، ولكن غادي ديروها 3 ايام. إلا بديتو بالسبت تكملوا بالسبت، درتو بالجمعة تكملوا بالجمعة، درتو بالحد تكملوا في الحد، من الحد إلى الأحد، كل أحد ديروا مرة، أو كل جمعة ديروا مرة، ولو يوصل رمضان تقدروا ديروها. إذا غادي تاخدوا 3 حجرات من باب الجامع، 3 حجرات من السوق، 3 حجرات من أمام المنزل ديالكم. أما المفاتيح غادي تاخدي مفاتيح مستعملة، تاخدي 7 سوارت، وغادي إن شاء الله تحطيهم فوق البوطة، دير لي واحد السليك وتحطيهم فوق البوطة. الحجر اللي غادي تجيبو غادي تبقاو توسخوا به دائما. إذا غادي إن شاء الله بحول الله وقوته، الحجر قلت لكم من غادي تجيبوه، سوارت قلت لكم كيفاش غادي تحصلوا عليهم، وإن شاء الله دابا غنحطوها فوق النار، غادي نديرو النار خفيفة، ولكن غادي تحاولوا أنكم ديروها تخليوها تحمى 15 دقيقة، عادة تجيبوا المهراز أو يكون بانيو أو إناء يكون حديد أو وعاء ديال الحديد أو أي وعاء عندكم، غادي تطفيو فيه هاد السوارت وهاد الحجر. هاد الحجر أو السوارت غادي تطفيهم 3 مرات عليكم. إذا من بعد غادي نقول لكم اش غادي ديروا. المهم دابا شوفوا الطريقه وديروها ان شاء الله. اول حاجه غادي ان شاء الله نشعل البوطه، تكون خفيفه جدا، البوطه خفيفه، وغادي نحط هذا الحجر. بسم الله بسم الله، غادي نحطها على الى هكا، كل حجرة عندنا 9 حجرات، ولكن الحجرات قديمهم وغادي تجبدوهم المكان اللي قلت لكم ديروه. دان 9 حجرات اللي جبنا من الجامع، 3 حجرات، 3 حجرات من أمام العتبة ديالكم، 3 حجرات من السوق. إذا غادي تحاولوا أنكم تحطوهم بحال هكا، تحاولوا تحطوهم بحال هكا. اذا 7 مفاتيح، 7 مفاتيح يكونوا مستعملين، 7 مفاتيح يكونوا مستعملين. هادو تنديروهم حنا في الدار، تنبطلو بهم. غادي تقرأ عليهم ان فتحنا لك فتحا مبينا،
اللهم افتح لي باب الخير، اللهم ابطل عني جميع العوارض، اللهم طرد عني جميع التوابع بحق محمد وآل محمد. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم رد السحر إلى صاحب السحر، إن كان سحر المقابر، إن كان سحر النفور، إن كان سحر التقاف، إن كان سحر الصداع، إن كان سحر أي سحر، السحر الصور، اللهم ابطل عني جميع التوابع. غادي نخليهم هنايا وغادي نجهد عليهم العافيه بحال هكا، ونخليهم مده 15 دقيقه. الى الحجر طرطق راه مزيان، ما طرطقش راه مزيان، المهم انتيا غادي ان شاء الله تبطلي الاسحار اللي عندك والسلام. اذا احبابي الناس اللي عندهم مشاكل في حياتهم، بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل تقاف زواج، تيتزوجوش البنيات زوينات ولكن ما تيتزوجوش، الوليدات بدون عمل، تزوج جلس من العمل دائما عنده طاقة سلبية دائما بدون عمل، حتى الى خدم يجريوا عليه من الخدمة، البنت تمشي العمل ولكن ما عندهاش الزهر لا مع المدير ولا مع اي شخص، تكون دائما محتاره بزهرها. اذا بعض الاحيان يكون تقاف من الوالدين، تيتقفوا البنيات او تيتقفوها على اساس انها ما يصيبها حتى مكروه، ولكن تتنسى بانها تقفاتها هي تقفاتها على رزقها وعلى زهرها. كاين الولد اللي تيكون يعرف اي بنت ولكن ما يتزوجش بها او ما يوفيش بالوعد ديالو، تيقدر انه يقدر يدار ليه تقاف وما يبقى لا يخدم لا يتزوج لا حتى حاجه. اذا انما على العسر يسرى، انما على العسر يسرى. الوقت اللي تيبدا يسخن انت كل مره تقولي اللهم ابطل عنا جميع التوابع، ابطل 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 ابطل، اللهم ابسخ ابسخ ابسخ، اللهم ابسخ عنا جميع التوابع، ان كان السحر المقابر، السحر النفور، التابعه، السحر التشويه، اللهم ابطل عنا جميع التوابع. اذا غادي يسخنوا وغادي نطفيوهم ان شاء الله على الجسد ديالنا باش نحاولوا اننا نحطوا واحد طاقه ايجابيه من الابطال في هذا شعبان. ابطال شعبان رائع واكثر من رائع، شعبان هو الصلاه والاذكار والذكر الحكيم، وصليوا كاملين على سيد الخلق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن هذا إبطال عام، إن شاء الله غادي نبطلو ونطفيه على الشخص المعين اللي غطفي وتقولي اللهم ابطل عنه. إذن بعد ما خوينا الماء الشتاء غادي نديرو قشور الرمان قليل، 3 قطع ديال قشور الرمان. قشور الرمان تحيد السحر وتحيد الطاقة السلبية وتحيد النحوسات، تطرد النحس. إذن أحبابي غادي ناخدو 2 معالق بحال هكا اللي غادي نهزو بهم الساروت ونهزو بهم الحجر ونطفيهم على الشخص المعين. إذن أحبابي غادي نطفي دابا، غادي نطفي على الشخص المعين، غادي نطفي السوارت. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل عنا جميع العوارض، اللهم افتح لي باب الخير، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذا أحبابي غتهزو 3 بـ3، انتوما 3 بـ3، اللهم ابطل عنها جميع العوارض، ان كان سحر المرض او سحر التعطيل، اللهم ابطل اللهم ابطل. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم افتح لها فتحا مبينا، سرح لها اخبالها، اللهم فرج همها.
إذن أحبابي سالينا الإبطال، الحمد لله، تحسي بالراحة، تحسي بالنعاس. الماء لوحيه في مكان عاشب، ما تقربي ليه، ما تغسلي به، ما تدري به حتى حاجة. حاولي أنك تخلصي منه في مكان بعيد، لأن إبطال وإبطال العكوسات والتابعة والسحر إن كان جميع التوابع يتلاحوا في مكان عاشب. إذن الناس اللي عندهم مشاكل يديروها. إذن أحبابي سالينا الإبطال، الحمد لله، تحسي بالراحة، تحسي بالنعاس. الماء لوحيه في مكان عاشب، ما غادي تقربي لهذاك الماء، موالو، تلوحيه في مكان بعيد على المنزل. الحجر يبقى عندك حتى الجمعة أخرى، وعودي بطلي به. الحجر والمفاتيح يبقوا عندك حتى تعودي جمعة أخرى أو سبت أو أحد، مهم بديتي بالجمعة ديري جمعة أخرى، ديري جمعة أخرى حتى تكملي 3 جمعات. إذن أحبابي لعجبتكم الصيغة، خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو، بحول الله.